السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم اخواتي؟ ان شاء الله بخير. حنكمل بالسلسلة بالدرس العاشر بالنومين فيرب فيربن دونين. هي اسماء مع افعال بتعطي معنى معين مرادف للفعل نفسه. رح نبلش باول واحد اينن اوفتراغ جيبن، باوفتراغن يوكل مهمة. ايش فولت ديا اينن اوفتراغ جيبن؟ انا كان بدي اعطيك مهمة معينة. مهمة. دي ارلاوبنس جيبن، يسمح يعطي السماح. بكل بساطة ارلاوبن يسمح. Ich werde dir die Erlaubnis geben, es zu tun. Ich werde dir die Erlaubnis geben, es zu tun. أنا رح أعطيك السماح لتساوي هاي الشغلة. Eine Garantie geben. يعطي كفالة. Garantieren. Beim Kauf geben wir Ihnen eine Garantie. عند الشراء نحن نعطيك الكفالة. نعطيك كفالة. Gelegenheit geben zu بعد داتيف. Gelegenheit هي الفرصة ونحن نعطيك فرصة مثلا لأمر معين. Jetzt will ich dir morgen die Gelegenheit geben. أنا هلا بدي أعطيك فرصة لبكرة. Diese Fehler zu korrigieren. مشان ضبط أو تصلح الأخطاء. Einen Hinweis geben. Auf Akkusativ بعدين. Einen Hinweis geben معناتها hinweisen. يلفت النظر على موضوع معين. Ich möchte nur einen Hinweis darauf geben. أنا بس بدي أعطيك ملاحظة على هذا الأمر. على أمر معين يعني مثلا على ذلك أو على أي شيء. هاي بتلاقوها كثير مكتوبة بقلب جمال عفوا بقلب بغيفات الجوب سنتر وهالأمور المنظمات التانية. Einen Rat geben بكل بساطة راتن ينصح بتجي مع ذاتي. Ich werde euch einen Rat geben. أنا بدي أعطيكم نصيحة. أنا سوف أعطيكم نصيحة. Zur Vernunft kommen. Zur Vernunft kommen. معناتها يهدي شخص معين مثلا يهتدي شخص يهتدي لأمر معين يجي الحكمة. فرنفت دي فرنفت هي الحكمة أو الرشد أو العقلانية. Lassen Sie uns vor die Diebe beten. خلينا نصلي نحن. Das Sie zur Vernunft kommen. خلينا نصلي للحرمية أو ندعي للحرمية مشان يرجعوا مشان يهتدوا أو يرجعوا العقل بالعامية. خلينا نقول In Gefahr geraten. In Gefahr geraten. Gefährdet sein يكون بخطر. جفار خطر يواجه خطر معين. دي شتاد فيرت فيلايشت فيدا ان جفار جيراتن. ربما المدينة حترجع للخطر مرة تانية او ستواجه الخطر. اين آنون هابن. اين آنون هابن يكون لديه فكرة. آنن زاغن زي ميا فين زي اين آنون هابن. خبرني وقت يصير عندك فكرة او عندك علم. بيتي هاي الجملة أفضل. Sagen Sie mir bitte, wenn Sie eine Ahnung haben. خبرني وقت يصير عندك فكرة. اللي. آخر واحدة Angst haben. أكيد الكل بيعرفها. Sich fürchten. Sich fürchten. يتخوف. يخاف. Wir müssen vor nichts Angst haben. لازم إحنا ما يكون عندنا خوف من شيء. يوم سهلين المجموعة ما كتير صعبة ما فيها غير. هي الغريبة شوي. Zur Vernunft kommen. رح أرجع أعيدها على السريع. Einen Auftrag geben, die Erlaubnis geben, eine Garantie geben, Gelegenheit geben, zu, bei den Dativ, einen Hinweis geben, auf, bei den Dativ, Akkusativ, einen Rat geben, zur Vernunft kommen, in Gefahr geraten, eine Ahnung haben, Angst haben. هذا درس اليوم إن شاء الله تكون الجمل بسيطة. أنا ما عم حاول إنه ما أعقد الجمل مشان تكون بسيطة علي وعليكم مشان ما يطلع معي أخطاء كمان ومشان تكون سهلة عليكم للفهم. وهلا رح أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله. أي سؤال حطوا لي بقلب التعليقات وحنزل الرابط تحميل الملف تبع الجوجل درايف على رابط الفيديو بقلب الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.